الوغ من ناحيه التسممات الغذائيه كيتكثروا في فصل الصيف، لان في فصل الصيف كتكون مشكل ديال الحراره، وكنعرفوا بان الاطعمه كيفسدوا بالحراره. كذلك كيكونوا الناس كيخرجوا بزاف لبرا وكياكلوا وجبات خفيفه، ولا كيديوها معاهم للبحر ولا للغابه ولا اي مكان، وهما ما كيحترموش هذيك القضيه ديال كنقولوا خص كل شيء يكون في الثلاجه. غالب الناس كيديروهم في خنشه وكيديوهم معاهم للبحر ولا كيخرجوا لبرا. كذلك الناس كيمشيو لبعض المحلات ديال الوجبات الخفيفه او الباعة المتجولين اللي هما اكثر خطر، لان الباعة المتجولين ما كيخضعوش للتفتيش، ما عندهمش رخصه باش يحلوا ويبيعوا المواد الغذائيه. كذلك مالين، ما هادشي ما كيمنعش ان التسممات الغذائيه كيمكن لها توقع حتى في الدار، الا خدينا شي حاجه وما خليناهاش في الثلاجه، شات علينا وما خليناهاش في الثلاجه، راه غيوقع فيها حتى هي مشكل. من ناحيه التدابير اللي كدير وزاره الصحه، الوغ التدابير حنا المركز هو تابع لوزاره الصحه، وكاين مصلحه اخرى كتبع كذلك التسممات الغذائيه اللي كتوقع. الوغ كيجيونا حالات عبر الهاتف، هاد الحالات كي يقولوا لنا الناس بانهم تسمموا. داك الساعه احنا شنو احنا اطباء، الوغ ما كنخرجوش لبرا باش نسدوا لهذا ولا باش نشوفوا واش عنده هادو المسائل ديال النظافه اللي كتسمح له انه يباشر العمل ديالو ويبيع المواد الغذائيه. عندنا حنا كنعطيو ارشادات للمرضى او الاطباء باش نقول لهم واش هاد الحاله كتستدعي انهم يمشيو يدوزوا عند الطبيب، ولا يمكن كتستدعي غير بحال دابا يشربوا الماء بزاف، يحاولوا ما امكن انهم يتجنبوا هذوك الدويات اللي كينقصوا من الاسهال، لان الاسهال هو طريقه باش الجسم ديال الانسان كيفرز هذيك الماده السامه، الميكروب ولا اي حاجه كيفرزها وكتخرج.